شايفين شكله، شكله جميل ازاي يعني. بيبقى شبه الشاي بالظبط، والكوباية بقى دي تشربيها قبل النوم كده بساعة، هتساعدك اللي انت تنامي، وهتنامي نوم عميق جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي، معاكم حنان البراكي. النهاردة حبايبي هنعمل ازاي اللي احنا نستغل الموز ونستفاد كمان بالقشر بتاعه. طبعا الموز بيبقى جميل جدا وليه فوائد، فطبعا ايه هنستغل النهاردة بقى قشر الموز يعني، وهنعمل منه مشروب جميل جدا. المشروب دوت هيبقى ليه فوائد جميلة، وكمان اللي هو بيساعد الناس بقى اللي هي بيبقى يعني مش بتعرف تنام كده، فالمشروب النهاردة هيساعد على النوم، وكمان اللي هو بيبقى ليه فوائد جميلة جدا، بيفيد الجسم كمان، فتقدروا اللي انتوا تبحثوا عنه عن المشروب ده هو والفوائد بتاعته، فجميل جدا. نعم، فالنهاردة بقى ايه، لان هو كنز بصراحة قشر الموز ده هو كنز. عن اول حاجه اللي انت هتجيبي صينيه وهتكوني مشغله الفرن، وهتبداي اي كميه قشر موز عندك، هتبداي ايه اللي انت بتقطعيها يعني قطع صغيره كده اهوت. طبعا انا هنوريكم بس ايه في صوبه، لان انا طبعا ايه كنت مصوره فيديو قريب، ويمكن كنت عامله فيه تجفيف الموز خطوه بخطوه لحد ما طحنته. هسيب لكم الرابط بتاع الفيديو ده اهوت يعني في اول تعليق كده مثبت، كنت عامله منه برضو ايه السمات للزرع، لانه بيبقى قوي جدا يعني بيفيد النباتات كمان بيقويها كده. فدلوقتي انا ايه للناس بقى اللي هي ما شافتش الفيديو ده اهوت يعني، فانا بوريكم ايه دلوقتي انا بقطع قشر الموز بالسكينه قطع صغيره كده اهوت. طبعا انا مش هعمل دلوقتي، لان انا اساسا ايه كنت عامله لسه قريب بنفس الطريقه، بتقطعيه كده اهوت لحد ايه ما بيبقى معاكي قطع صغيره خالص، وحاولي تقطعيه على قد ما تقدري علشان لما ينشف في الفرن وتيجي تطحنيه في الكبه بتاعه الخلاط يبقى هو عباره عن قطع ايه صغيره. دلوقتي بتدخليه بقى على الرف الوسطاني كده في الفرن يعني على درجة حرارة أقل من الوسط، وكل شوية بتبدأي اللي انتي بتطلعيه تمسكي الصينية بحتة وبتطلعيها بتقلبيه، وتلاقيه هو كمان بيسود يعني كل ما بيقعد في الفرن مع بال ما بينشف خالص بيتحول للون بتاعه بيبقى اسود ده. فدلوقتي بقى ايه بتطلعيه بعد كده بعد ما بينشف خالص وبتضربيه في الكبة بتاعة الخلاط لحد ما بيبقى معاكي بودرة. فانا دلوقتي بقى ايه انا هنشيل ده كده، ملوش لازمه، المهم اللي انا ايه وريت لكم الفكره زي اللي انتوا تعملوه. وهنبدا ايه دلوقتي بقى ايه مع بعض ده عشان نعمل ايه المشروب. طبعا انا كنت مجهزه، شايفين شكله، هو بيبقى ايه بيبقى شبه الشاي بالظبط يعني، ما بصي ما تقدريش اللي انت تفرقيه في الشكل بتاعه، الشكل بس بيبقى شبه الشاي ما تفرقهوش عن الشاي، بس طبعا الطعم مختلف. فدلوقتي بقى ايه هنا معايا الكنكه ديت فيها ميه، هبدأ اللي انا اخد منه كده اهوت يعني معلقه ونص كده اهوت ايه منه، وانا هنا طبعا حطاه في علبه اهي عشان انا بستخدمه. طبعا المشروب ده بيبقى جميل جدا لما تشربيه قبل النوم يعني بساعة كده، بيساعد يعني قبل ما تنامي كده بساعة بتبدأي اللي انت تعملي المشروب ده هوت وتشربيه يعني. وبعد كده هوت شايفين شكله، بتبدأي بعد كده بقى اللي انت تشربيه فبيساعد على النوم. طبعا ايه زي ما قلت لكم هو مش بيساعد على النوم بس، هو ليه فوائد تانية هسيبها لكم في صندوق الوصف. انا كده ولعت بس حطيت الكنكة على البوتاجاز علشان يغلي كده بس ايه معايا، فهوقف دلوقتي علشان ايه يعني ما اطولش عليكم. اول ما هيبدا يغلي هرفعه بقى من على النار، ويكون معايا مصفى كده صغيره عشان ابدا اللي انا اصفيه واصبه في قلب الكوبايه. هوقف نرجع تاني.
هنا حبايبي زي ما احنا شايفين هو كده بدأ اللي هو ايه، بدأ اللي هو يغلي كده معايا. طبعا انا ايه هسيبه لحد ما يغلي واوطي عليه البوتاجاز يعني لمدة دقيقة واحدة كده لحد ما يغلي ايه كويس، وينزل كمان كل الفوائد اللي فيه. يعني مش اول ما هيغلي كده نقوم شايلاه، لا سيبيه بس وطي عليه البوتاجاز. وايه انا هوطي دلوقتي، اه شايفين كده انا وطيت عليه اهوت، لان هو بيبدأ اللي هو يغلي وبيفور برضو زي الشاي بالظبط. شايفين ارفعه بس كده ايه من على النار شوية. يغلي بس كده يعني دقيقة نص دقيقة كده اهوت، وبعد كده ارفعه بقى من على النار واطفي عليه. كده خلاص كده ايه كفاية كده وات عليه. هشيله بقى ايه من على النار. كده بقى ايه حبايبي حابة بقى ايه اللي انا اصفيه بقى كده اهوت. فقبل الكوباية انا اهوت هجيب المصفى. شايفين شكله عامل ازاي؟ طبعا بتقدري تحطي بقى السكر اللي انت ايه كمية السكر اللي انت حباها. هبدأ بقى انا اقلبه، هوقف بس كده دلوقتي لحد ما اقلبه ونرجع تاني. كده خلاص انا كده ايه قلبته. هبدأ بقى ان انا اشيل ديت بعيد ده، وده كده كان مشروب كده معايا النهارده. وبرده انا جبت طبق صغير عشان اوريكم شكل المسحوق اللي انا عملته من قشر الموز اهو. شايفين شكله جميل ازاي؟ بيبقى شبه الشاي بالظبط. والكوبايه بقى دي تشربيها قبل النوم كده بساعه، هتساعدك اللي انت تنامي، وهتنامي نوم عميق جدا ما فيهوش قلق ولا حاجه. فبيبقى مفيد جدا قشر الموز ده هوت، يعني بيساعد على النوم كمان. اللي هو ليه فوائد تانية كتير برضو هسيبها لكم برضو في صندوق الوصف عشان ما اطولش عليكم. ده كده كان موضوع الفيديو النهارده، وان شاء الله كده برضو اعمل لكم فيديوهات تانية برضو تكون فيديوهات برضو مفيده برضو وعمليه من قشر الموز، اللي احنا يعني نستغل قشر الموز برضو في حاجات ايه تانية. فكان معاكم حنان البراكي ام ندى وفتحي، وفضلا وليس امرا حبايبي يا ريت كده تدعموني كده باللايك والشير لو اول مره تتابعوني، وتشيروا الفيديو ده على الفيس ومع اصدقائكم عشان كل الناس تستفاد بالوصفه النهارده، لان هي وصفه جميله جدا وسهله وبسيطه كمان من حاجه احنا كنا بنرميها في الزباله، وهي كنز بصراحه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وما تنسوش كده تدعموني باللايك عشان بيرفع الفيديو. وشكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده ادوق بقى منها. الله.
طعمها جميل جدا. طبعا انا شربوها قبل كده اهوت، بس حبيت ان انا اعملها معاكم. يلا السلام عليكم.